يلا يرحم جيك الدرية مسكينة اللي مات في اسفي. بغيت نعطي واحد الميساج صغير في هاد السطوري ولا هاد السطوريات اللي غادي يجيو. غير جات يكون بخير الدراري والدريات العزاوة والعزاويات المقبلين ولا اللي تيدوزو الامتحان ديال البكالوريا. العام راه داز، كاين اللي كانت عندو الظروف مزيانة، كاين اللي ما كانش الله يكون فيه هو المشاكل، ولا واحد كي كان جاب الله التيسير مرحبا، ما جابش الله التيسير ولا ما توفقتيش ما تحطش راسك في واحد الضغوطات نفسانية ولا دير شي عمل اللي انت تندم عليه من بعد. في الاخير هي راه كارطونه عاجي تشدها وتيقبي، راه الباك ماشي هو كيما تتصور، راه هو النص ديال بعد ما شاد الباك قسما بالله الا راه ميه في البيت والله ما تيجير به شي حاجه. منكم دعوا بالرحمه ديك البنت ديال اسفي مسكينه اللي انتحرت من لاكورنيش الاسفي من مور الامتحان ديال الباك. الله يرحمها والله يوسع عليها وندعوا مع هذيك راه اختنا، وهذا الشيء كيضر في الخاطر. بنت هكا صغيره حياتها مشات على قبل الامتحان ولا هذا، ويكون هذا الامتحان ولا وما نجحش. انا اصلا وراه ماشي نهايه العالم الا ما فهمتوش شي حاجه ولا جاكم امتحان صعيب. ودعوا مع البنيته يا ربي بالرحمه. ما تعلموش ولادكم راه وتضغطوا عليهم، وداك الضغط وداك الضغط راه كيولد الانفجار. راه ماشي غادي يدوز الباك هو انه غادي ينجح في الباك غادي يدخل الجنه. ما جابش الله في هذا العام يجيب الله العام الجاي. ما كانش قاعد الباك هذا راه يخدم، كاين فاش يخدم